شيء هيدي التجربة الأولى لي مع سيناريو، كانت تجربة كتير حلوة. حبيت هالمجموعة وكيف قدرنا نخلق يعني مثل لحمة بيناتنا. صار يعني هو دايما هيك بينقال، بس أنا برأيي بسرعة، وحتى ما برز هالزيتية بتاعت كل واحد بمعنى الإيجو، وبلشوا يشوفوا بعض أحسن. فأول شيء أنا اشتغلت معه على 3 مستويات. المستوى الأول هو التقني والجسدي، وكيف يعرفوا تقنية الجسم، تقنية الحركة، بس كمان رحنا أبعاد كيف تقنية الحركة هي لشو نحن بنعملها. بنعملها حتى يصير هالجسم أداة تعبيرية شفاف أكتر وفعال أكتر. فنحن هيدا بشكل أساسي يعني بالنسبة للتقنية هيك رحنا في أبعاد. المحل الثاني هو الكتابة، فكل اللي حضرناه هو كتابتهم. صحيح من يعني هيك شوي ولفتهم حتى أعمل تراتوبية ليصير له معنى بالعرض وكيف يتداخلوا. فالكتابة حبيت ما تكون بس عم بحكي وجدانيات، حبيت روح على المسرح بمعنى خلق علاقات. فالمسرح بشكل أساسي هو كيف الممثل يقدر يتفاعل مع الآخر على المسرح وكيف يجابه، ويعني إن كان عنا بالتمثيل في ردة الأفعال مهمة، كيف زدت الطابلة الثانية والرد، كيف ما أعلق بنغمة واحدة. سو كل هيدي لها علاقة بالتمثيل. ومثل ما قلت كمان الكتابة كانت جزء كتير أساسي ساعدهم ليروحوا أبعاد، بفهم حالهم بفهم الآخر. فهولي المستوى الثالث طبعا هو العمل الفني يعني المسرحية. فالمسرحية صحيح أنا اشتغلت معه 3 شهور، بس أنا بآخر فترة بلشنا نولف المسرحية. يعني إحنا ما اشتغلنا على المسرحية 3 شهور، نحن اشتغلنا سوا 3 شهور وبالمراحل الأولى والثانية والثالثة هي كانت المسرحية. وأنا تجربتي كانت كتير حلوة مع سيناريو صراحة. وأنا بحب يعني تنعاد هالتجربة، لأنه مكان بخلي الشخص بيعطيه مساحة حتى بتنظيمه، بيعطيه مساحة وبيحطه هو الأساس. يعني الفرد اللي جاي يساهم هو الأساس، وبالتالي نحن بنستوعب هالشي. هلأ القضايا اللي حاولنا نعالجها هي من عنده صراحة. يعني احنا اللي عالجناه على المسرح هو فينا نقول هو ربع اللي طلع معنا، بس عملنا انتقاء. سو رحنا على المتشردين اللي ما عندهم حقوق أبداً، هني بالطرقات واللي عم بيزيدوا. رحنا على المعنفات، رحنا على الشباب الضايع. يعني كل واحد عم يجرب يلاقي كيف ممكن يحقق ذاته. في منهم بيروحوا باتجاه ما بدي أقوله خطأ، بس إنه خطأ بمكان ما، بس بمحاولة للسيرفايفنج يعني للبقاء. وفي الناس المسكرة وعحالة وما قادرة تنخرط بالمجتمع، في ناس بالعكس منفلش لدرجة، في ناس اللي عم بتعمل جادجمنت يعني محاسبة لحالة دائما. ففي عنا كمان الذكريات اللي هي شكلتنا بالماضي واللي هي عم نحكي عنا هلأ كذكريات، بس هي المستقبل. سو قصة الزمن الماضي والحاضر والمستقبل، جربنا من خلال هالمنحوتات نجمع يعني هن مختصرين. ونقيت فكرة المنحوتة لأن المنحوتة هي اللحظة الحقيقية بحياتنا، يعني الزمان والمكان والإحساس بيكونوا منسجمين، فبالتالي بيصير في عندي ثبات. فإحساس بهاللحظة بهالمكان بالقطنة، فهذا الثبات هو يعني كأني عم بقول أنا موجودة أنا عايشة، عكس ما بفكر إنه الثبات هو موت. يعني لا، هو لحظة مكتملة الجسد استقبلها بالزمان وبالمكان.